طفرة بحثية تعيشها جامعة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من قيادة الجامعة ورعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي كلية الزراعة بجامعة سوهاج في مقدمة تلك الكليات التي تستغل طاقة شبابها الخريجين وحماسهم من خلال مشاريع التخرج. احنا مؤخرا بنحاول ان احنا نعرف كل البرودكتس بتاعت الميكروبيولوجي سواء كانت اسمده حيويه او مثبتات نيتروجين، بنحاول ان احنا نماركت ليها على اكبر نطاق ممكن. فمؤخرا احنا وفئه من التيم معانا في القسم بنحاول بصدد انشاء زي منصه او تخدم اكبر رقعه ممكنه واكبر فئه ممكنه من المزارعين، بحيث ان احنا نعرفهم على كل المنتجات او كل البرودكتس بتاعت الميكروبيولوجي، ونحاول نثبت قاعده اساسيه او نعرف المزارعين على كل الزراعه النظيفه، ودي طبقا لتوجيهات الدوله. طبعا احنا محتاجين مساعدات كتير من الدوله في اننا نتوسع اكتر، سواء كان ان احنا نخش انكيبيتورز او اكسلريتور، ان احنا ننشا اكتر، ندخل الاجري في تك في سوهاج هنا وكمان في شمال الصعيد. فده كل اللي محتاجينه عشان نحاول نوصل كل المجهودات اللي احنا شغالين عليها في المعمل لاكبر فئه ممكنه من المزارعين. المنتج دلوقتي عباره عن مخلوط من الميكروبات، ده بيستخدم في تنشيط الكومبوست. طبعا احنا بنصنع الكومبوست عندنا في المعمل، فلقينا ان في مشكله بتواجهنا اللي هي اطاله الفتره او طول الفتره الزمنيه لنضج الكومبوست، ففكرنا ان نعمل محلول او مخلوط او بنسميه لقاح، ده بيساعد على سرعة إنضاج الكمبوست من البكتيريا اللي فيه. طبعا في أجناس كتير من البكتيريا أو ميكس من الأجناس البصيلس والستريبتومايسز وأنواع تانية كتير بتيسر العناصر الغذائية في الكمبوست. الخريجون الجدد نجحوا في توفير واختراع منتجات في مجال الزراعة العضوية والبعد عن الكيماويات والمواد المهندسة وراثيا والإشعاع باستخدام القوى الميكروبية الحيوية كسماد حيوي أو كمبيد حيوي. النهارده هكلمكم عن منتج طحلب السبايرولينا. السبايرولينا انا بستخدمه كعلف، بس بعد ما بيتم تجفيفه على درجه حراره مناسبه ليه، وبعد كده بضيفه على العريقه، فبيستخدم كعلف للدواجن. بيحتوي على كميات كبيره من الاحماض الامينيه الاساسيه، ونسبه البروتين عاليه فيه، بتصل ل 70% من الوزن الجاف ليه. ايضا بيحتوي على نسبه منخفضه من الكوليسترول والليبيدات، وبيحتوي برده على الفيتامينات والعديد من الفيتامينات، اهمها الفيتامين بي 12، ويستخدم في تغذيه الدواجن، أثبت فعاليته في التسمين، ده بسبب القيمة الغذائية بتاعته العالية. وتمت التجربة اللي هو تسمين الدواجن بنسبة كويسة. أتكلم النهاردة عن المبيدات الحيوية. معايا مبيد حيوي بكتيري الأكتيف فاكتور اللي فيه باسيلوس سولانجينسيس. البكتيريا دي قدرنا ان احنا نعزلها في قسم الميكروبيولوجي ونعمل لها اكسار. البكتيريا دي متخصصه على حشرات حرشفيه الاجنحه زي التوتا ابسليوتا الموجوده في محصول الطماطم ودوده الحشد في الذره، بالاضافه لدوده اللوز الكرنفليه. الدوده دي البكتيريا دي بتعمل ايه؟ اول ما الحشره بتتغذى على المحصول بتدخل البكتيريا دي في جسم الحشره، بتعمل توكسينات بتمنع الحشرة ان هي تتغذى على المحصول. بعد فترة من يومين لثلاثة بتبدأ ان البكتيريا دي تموت. قدرنا احنا في قسم الميكروبيولوجي ان احنا نعمل مبيدات حيوية اخرى، منها مبيد حيوي بيحتوي على فطر ترايكوديرما وبكتيريات تانية زي السيلموناس فلوريسنت. منشطات بذور وأسمدة حيوية بديلة للأسمدة الفوسفاتية والكيماوية ومبيدات ضد الحشرات وضد حشرة المن، كلها منتجات تم دراستها معمليا وتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآمن في مجال الزراعة كسماد حيوي صديق للبيئة. بتكلم النهاردة عن سماد ميكروبي صديق للبيئة للمحاصيل النجيلية، بيساعد المحاصيل دي في زيادة المحصول، وكمان هو بديل للكيماويات اللي هي بتأثر على البتاع دي على التربة، وبيطلعش منتجات كويسة، فهو بيزود المحصول، بيزود من إنتاجاته لدرجة عالية حوالي 90% أو 80%. وكان المعمل الميكروبيولوجي كان موفر لنا البتاع دي المعامل والميكروبات والأدوات اللي تساعدنا في اللي هو عزل الميكروب وتجربته، وجربناه على كذا عينة من في المزرعة وتم إنتاجه، وهو مفيد ومش بيسبب أي أضرار للتربة.
هنتكلم النهارده عن سماد عاملينه في الجامعه هنا في المعمل كليه الزراعه. ده عباره عن سماد فوسفاتي. السماد ده من ميكروبات، الميكروبات دي بتوفر فسفور للنبات بشكل ايسر وبديله جدا عن المبيدات الكيميائيه، لان هي بتضر بصحه الانسان وهي سبب في الفشل الكلوي والسرطانات والامراض اللي بتيجي للانسان. فالسماد الفوسفاتي اللي عاملينه ده مفيد جدا ومش بيأذي خالص لا النبات ولا الانسان ولا الحيوان، بالعكس هو بيوفر للنبات الفوسفور. الفوسفور ده من المكونات الرئيسيه للنبات لان هو بيدخل في الدي ان ايه بتاع النبات والازوت. وعملنا تجارب عمليه في كليه الزراعه هنا في المزرعه اللي في كليه الزراعه، عملنا عليه تجارب كويسه جدا، بيزود التزهير بتاع الثمار، بيزود عدد المحصول، بيزود نسبه المحصول، يعني لو هو 50% مثلا بيزود حدود 30% من المحصول. محمد رفعت، ويبقى